Chapter 4 Governance System and Components نظام الحوكمة ومكوناته. هذا الشابتر أو هذا الدومين يحتوي على أكثر عدد من الأسئلة في الاختبار الرسمي، تقريبا 30% من أسئلة الاختبار الرسمي بتكون من هذا الشابتر أو من هذا الدومين، بما مجموعه 23 سؤال من أصل 75 سؤال. محتويات الشابتر: Governance and Management Objectives, Components of a Governance System, Focus Areas, Design Factors, Goal Cascade. نبدأ بالموضوع الأول. Governance and Management Objectives. طبعاً الكوبيت 2019 Core Model قدم لنا 40 Governance and Management Objectives. 40 هدف حوكمي وهدف إداري. كل governance أو management objective always relates to one process، دائما مرتبط بعملية واحدة فقط. يعني لما بنحكي manage security بيكون في هناك process واحدة تقوم بعملية managing للsecurity، بالإضافة إلى البروسيس بيكون هنالك other components كمان مرتبطين مع الobjective. الgovernance objectives دائما مرتبطين بgovernance process، والmanagement objectives دائما مرتبطين بmanagement process. الgovernance processes دائما تحت مسؤولية أو تحت accountability أو مساءلة البورتس، مجالس الإدارة أو الإدارات التنفيذية الـ Executive Management، بينما العمليات الإدارية أو الـ Management Processes دائماً تحت مسؤولية الـ Senior and Middle Management، الإدارة العليا والإدارة المتوسطة. كمان مرة، هاي رسمة الـ Cubit Core Model اللي بيكون موجود فيها الـ 40 Governance and Management Objectives. في الإصدار الخامس من كوبيت كان اسمها Process Reference Model أو BRM، حالياً في إصدار 2019 صار اسمها كوبيت Core Model، وهو النموذج الذي يمثل توزيعة الـ 40 Governance and Management Objectives على خمس دومين رح نحكي عنهم فيما بعد. زي ما حكينا، الكوبيت كور موديل بيوزع الجوفرنس ومانجمنت اوبجكتيفز في خمسة دومينز. هاي الدومين بيكون دومين منهم للجوفرنس واربع دومينز للمانجمنت. يعني في عندنا دومين جوفرنس اوبجكتيفز وعندنا اربع دومينز للمانجمنت اوبجكتيفز. الجوفرنس اوبجكتيفز موجودين تحت دومين اسمه ايفالويت دايركت اند مونيتور، أو اختصاراً EDM. في هذا الدومين الـ Governing Body evaluates the strategic options, direct senior management on the chosen strategic options and monitors the achievement of the strategy. طبعاً في الاختبار كثير بيجي أسئلة كل دومين شو الهدف منه أو شو البيربس منه، فضروري نكون إحنا عارفين كل دومين إيش البيربس أو الهدف منه. بالنسبة للدومينز الخاصة في المانجمنت، هناك أربع دومينز. أول دومين هو Align, Plan and Organize، اختصاراً ABO. الدومين Align, Plan and Organize addresses the overall organization, strategy and supporting activities، بركز على الorganization بشكل عام وعلى استراتيجيتها والأنشطة المرتبطة فيها. في إصدار السابق أو في إصدار كوبيت 5 كانوا يسموه بلان دومين. الدومين الثاني هو بلان أكواير أند إمبلمنت أو BAI. الدومين بيلد اكواير اند امبلمنت تريتس ذا ديفينيشن اكويزيشن اند امبلمنتيشن اوف انفورميشن اند تكنولوجي سولوشنز اند ذير انتجريشن ان بزنس بروسيسز، بيركز على تعريف او تحديد وتنفيذ الحلول وتكاملها مع عمليات الاعمال مع البزنس بروسيسز. في الاصدار السابق في كوبيت 5 كانوا يسموه بيلد دومين. الدومين الثالث وهو Deliver Service and Support DSS addresses the operational delivery
and support of information and technology services including security. بركز على الاوبريشنز بشكل عام، على العمليات ومن ضمنها عمليات الامن او عمليات السكيورتي. في الاصدار السابق كانوا يسموه run domain، دومين التشغيل. الدومين الرابع هو monitor, evaluate and assess. MEA. وظيفة هذا الدومين هو to address the performance monitoring, conformance of information and technology with internal performance targets, internal control objectives and external requirements. بركز على أمور المراقبة وأمور التوافق والامتثال مع المتطلبات سواء الداخلية أو الخارجية. في الإصدار السابق كانوا يسموه المونيتور دومين أو دومين المراقبة. طبعا زي ما حكينا ضروري نكون عارفين شو البيربس أو الهدف من كل دومين من هاي الدومين من هاي الدومينز الخمسة، سواء دومين الجوفرنس EDM أو الأربع دومينز الخاصين بالمانجمنت. تفاصيل أكثر عن الأوبجكتيفز في كل دومين راح نحكي عنهم في Chapter 5. الموضوع الثاني هو Components of a Governance System، مكونات نظام الحوكمة. نظام الحوكمة يتكون من سبع مكونات رئيسية. شو يعني مكون أو component؟ الcomponents تعريفها هي الفاكتورز، العوامل that individually or collectively، منفردة أو متجمعة، contribute to the good operations of the enterprise's governance system over information and technology. هذا هو تعريف الكومبوننتس. الكومبوننتس هاي في الإصدار السابق في كوبيت 5 كان اسمها enablers. الكومبوننتس بشكل عام interact with each other resulting in a holistic governance system. تنتج نظام الحوكمة الشمولي للمعلومات والتكنولوجيا. المكونات هم، أول مكون عندنا هو البروسيسز، العمليات. طبعا هو أشهر وأهم مكون في نظام الحوكمة. البروسيسز describe an organized set of practices and activities to achieve certain objectives and produce a set of outputs that support achievement of overall IT related goals. هدف العمليات أو البروسيسز هو يرتب الاكتيفيتيز والبراكتسز بشكل عام من أجل تحقيق الأهداف وإنتاج مجموعة من المخرجات أو الأوتبوتس اللي تساهم وتدعم تحقيق الأهداف العامة للإنفورميشن أند تكنولوجي. المكون الثاني هو الأورجانيزيشنال ستراكشرز أو الهياكل التنظيمية، وهي الكي ديسيجن ميكينج، صانعة القرار في أي مؤسسة هي الأقسام الإدارية والهياكل التنظيمية الموجودة في كل مؤسسة. المكون الثالث هو المعلومات، وهي المعلومات المنتشرة في جميع أرجاء المؤسسة وليس فقط في قسم التكنولوجيا. المكون الرابع هو People, Skills and Competences، الأفراد والمهارات والكفاءات، وهي مطلوبة are required for good decisions, execution of corrective action, and successful completion of all activities. المكون الخامس هو culture, ethics, and behavior. هو الثقافة والأخلاقيات والسلوك. طبعاً تبع الأفراد وتبع المؤسسة بشكل عام، وهو من المكونات اللي دائماً underestimated، يتم التقليل من شأنها لكنها مهمة. وهي من الفاكتورز المهمة جدا لنجاح أنشطة الحوكمة والإدارة في المؤسسة. المكون السادس Principles, Policies and Frameworks، السياسات، المبادئ والسياسات والأطر، وهي التي تترجم أو translate desired behavior into practical guidance for day-to-day management. المكون السابع هو services, infrastructure and applications، الخدمات والبنى التحتية للتكنولوجيا والتطبيقات، وتشمل طبعا البنية التحتية للتكنولوجيا infrastructure, التكنولوجي، التطبيقات بأنواعها المختلفة، وهي التي تقدم provide the enterprise with the governance system، بأنظمة الحوكمة للinformation and technology processing.
طبعا بالنسبة لامتحان الكوبيت 2019 فاونديشن، كثير مهم نكون احنا عارفين شو البيربس من كل مكون من هذه المكونات السبعة. عليه عدد لا بأس به من الأسئلة في الاختبار الرسمي. هاي المكونات السبعة تنقسم إلى جينيريك وإلى variant components. الجينيريك كومبوننتس هي المكونات العامة، هي المكونات التي يمكن تطبيقها في كامل أرجاء المؤسسة. يعني لما بنحكي على بروسس معينة أو بوليسي معينة تطبق في كل المؤسسة، هذه تعتبر مكون عام أو جينيريك كومبوننت. طبعا دائما الجينيريك كومبوننت يحتاج كاستمايزيشن، يحتاج تخصيص حسب احتياجات المؤسسة. الفاريانت كومبوننتس هي اللي بتم تخصيصها او بتم تفصيلها لاحتياج معين او لفوكس اريا معينه، زي ما بنيجي بنحكي بروسيس او بوليسي خاصه بالانفورميشن سيكيورتي مثلا، او في قسم معين، فهذه بسموها فاريانت كومبوننت، مخصصه حسب احتياجات سبيسيفيك اريا معينه. فالفاريانتس او الفاريانت كومبوننتس هي بيزد اون جينيريك كومبوننتس but are tailored، مفصلة لاحتياجات معينة for a specific purpose or context within a focus area. طبعا الفوكس اريا رح نحكي عنها في الدرس الثالث في هذا الشابتر، كمثال عليها information security, DevOps, digital transformation وغيرها. الموضوع الثالث هو focus areas. الفوكس اريا تعريفها هي certain governance topic أو domain أو issue that can be addressed by a collection of governance and management objectives and their components. And they can contain a combination of generic governance components and variants. هي موضوع معين مثل مثلا الـ small and medium enterprises، موضوع الـ information and security، موضوع الـ digital transformation، الـ cloud computing، الـ privacy، الـ DevOps، كلها تعتبر مواضيع خاصة بسموها focus areas. الموضوع الرابع في هذا الشابتر هو الديزاين فاكتورز. الديزاين فاكتورز من المفاهيم الجديدة على الكوبيت، ظهرت في الكوبيت 2019. تعريف الديزاين فاكتور هو فاكتورز that can guide the design of an enterprise's governance system and position it for success in the use of information and technology. هي العوامل اللي أنا بأخذها بعين الاعتبار عند تصميم أي نظام حوكمي، هي الأشياء اللي تؤثر بتصميم نظام الحوكمة وبتخلي المؤسسات تختلف بين بعض. هاي بسموها design factors. الـ design factors حالياً موجود 11 design factor معرفين في كوبيت 2019، لكن كوبيت ممكن تضيف في المستقبل design factors جديد، عشان هيك بتشوفوا في هاي الرسمة موجودة future factors، يعني ممكن إضافة design factors في المستقبل بالإضافة إلى المجموعة الموجودة حاليا. طيب الـ design factors الموجودين عندنا حاليا هم enterprise strategy، enterprise goals، risk profile. risk profile معناها ملف المخاطر، information and technology related issues، threat landscape مشهد التهديد للمؤسسة، compliance requirements متطلبات التوافق، role of IT، sourcing model for IT نموذج التوريد الخاص في الـ IT، IT implementation methods طرق تنفيذ التكنولوجيا المعلومات، technology adoption strategy استراتيجية تبني التكنولوجيا في المؤسسة، و enterprise size حجم المؤسسة. راح نحكي الآن عن الديزاين فاكتورز. طبعا الديزاين فاكتورز برضو بيجي عليها عدد جيد من الأسئلة، في بعضهم بيجي عليها أسئلة بالتفصيل، وفي بعضها فقط يكفي نكون إحنا عارفين الهدف منها. أول ديزاين فاكتور موجود عندنا هو Enterprise Strategy. Enterprise Strategy هو استراتيجية المؤسسة بشكل عام. حسب كوبيت 2019 تقسم استراتيجية المؤسسة إلى أربع أقسام. أول قسم أو أول جزئية بسموها استراتيجية Growth Acquisition، النمو أو الاستحواذ. الهدف أو من هاي الاستراتيجية هي أنه الانتربرايز دائما تركز على النمو، تركز على الريفينيوز، على الإيرادات.
الاستراتيجية الثانية هي innovation أو differentiation، الاستراتيجية اللي بتركز على الابتكار وعلى التميز أو الاختلاف. هاي الاستراتيجية دائما تركيزها على offering different and innovative products and services to their clients، بتركز على تقديم حلول إبداعية ومختلفة أو متمايزة لزبائنها. الاستراتيجية الثالثة هي cost leadership اللي بتركز أكثر على موضوع short term cost minimization أو cost optimization، بتركز على تقليل التكلفة. الاستراتيجية الرابعة هي client service stability، بتركز على تقديم الخدمات المميزة للزبائن، client oriented services. الديزاين فاكتور الثاني هو الانتربرايز جولز اللي بتدعم استراتيجية الشركة. الانتربرايز جولز بتكون structured حول balanced سكور كارد أو بي اس سي دايمنشنز، أبعاد البالانس سكور كارد. طبعا هاي الأبعاد هي أربع أبعاد: financial, customer, internal أو growth. يعني كل enterprise goal يا بيكون financial يا بيكون customer يا بيكون internal يا بيكون growth. وللامتحان ضروري نكون عارفين كل enterprise goals شو البعد اللي هو بيتبع له. يعني لو حكينا portfolio of competitive products and services فهو يعتبر financial dimension في البالانس سكور كارد. الانتربرايز جولز اللي موجودين عندنا هم portfolio of competitive products and services, managed business risk, compliance with external laws and regulations, quality of financial information. طبعا هاي الأربعة هي financial dimension. customer oriented service culture, business service continuity and availability, quality of management information. وهي الثلاثة هي تعتبر customer dimension. Optimization of internal business process functionality, optimization of business process cost, staff skills, motivation and productivity, compliance with internal policies. وهي الأربعة تعتبر internal dimension. Managed digital transformation programs, product and business innovation. وهي الـ two goals يعتبروا growth dimension. ممكن نواجه في الامتحان سؤال بسألك هاي الـ enterprise goals لأي balance scorecard dimension تابعة، فضروري نكون إحنا عارفينهم. طبعا رح نحكي بالتفصيل عنهم في الدرس القادم في الـ goal cascade. كل enterprise goal رح نشوف له مجموعة من المتريكس من أدوات القياس. الديزاين فاكتور الثالث هو الريسك بروفايل، ملف المخاطر، اللي هو بعطينا كاتيجوريز للريسكس او المخاطر اللي لها علاقه بالانفورميشن اند تكنولوجي، وطبعا بتعطينا انديكيشن على الارياز وين الريسك ممكن يتخطى الريسك ابيتايت او قدره الشركه على تحمل الريسك، بسموها ريسك ابيتايت او شهيه الريسك في المؤسسه. ففي عندنا في كوبت معطينا 19 كاتيجوري، مش ضروري نحفظهم لكن ممكن نقرأهم سريعا. إلهم دخل في الريسك كاتيجوريز مثل IT investment decision making, portfolio definition and maintenance، هاي كاتيجوري 1. كاتيجوري 2 program and the projects life cycle management. في عنا كمان IT cost and oversight. في عنا IT expertise, skills and behavior. في عنا كاتيجوري Enterprise IT Architecture، يعني الريسك والمخاطر اللي تابعة للإنتربرايز IT Architecture. في عنا IT Operational Infrastructure Incidents. في عنا كاتيجوري Unauthorized Actions، Software Adoption Usage Problems، Hardware Incidents، Software Failures، Logical Attacks، Hacking، Malware، etc. عندنا الثيرد بارتي سبلاير انسيدنتس، نون كومبليانس، جيوبوليتيكال ايشوز، اندستريال اكشن، اكتس اوف نيتشر، كوارث الطبيعيه، تكنيكال بيزد انوفيشن، انفايرمنتال، وديتا اند انفورميشن مانجمنت. فهي 19 كاتيجوري معرفين تحت الريسك بروفايل، الهدف منها يكون احنا عارفين وين الارياز اللي ممكن الريسك يتخطى حدود الريسك ابيتايت فيها. طبعا تعريف الريسك هو اي ايفنت في له probability ممكن يسبب خسارة أو ممكن يسبب مكاسب للمؤسسة.
لكن هو احتمالية، يعني الريسك لسه ما حدث، في احتمالية إنه يسبب لنا يا خسارة يا ربح للمؤسسة. ديزاين فاكتور الرابع هو information and technology related issues، هو الإشكاليات المتعلقة بالمعلومات والتكنولوجيا، وهي الإشكاليات اللي حاليا إحنا بنواجهها currently faced، أو بعبارة أخرى هي الريسك لما يتحقق. Information and technology related risk has materialized، يعني لما يتحقق الريسك أو لما يحدث الريسك بصير issue. فالإشي هو شيء حادث، شيء حصل يسمى issue، بينما إذا في عندي احتمالية لحدوث الشيء هو بيكون ريسك أو خطر. طبعا في مجموعة من الإشكاليات أو المشاكل، خلينا نحكي، اللي تواجه تكنولوجيا المعلومات أو الانفورميشن والتكنولوجيا في المؤسسة، ما في داعي ممكن تقرؤوهم سريعا، أنا اختصرت منهم حتى في الماتيريال، ما في داعي إنه الواحد يروح يحفظهم، فقط قراءة سريعة ممكن من الكتاب، أو حتى لو ما قرأناهم ما في مشكلة. الديزاين فاكتور الخامس هو ثريت لاندسكيب، أو مشهد التهديد، اللي هو الوضع العام اللي موجودة فيه المؤسسة، هل يشكل تهديد أو لا، بسموه Threat Landscape. طبعا يقسم الـ Threat Landscape إلى Normal وإلى High. Normal إن المؤسسة موجودة في وضع طبيعي، ما في أي تهديد، خلينا نحكي مختلف. الـ High لا، بيكون في هناك تهديد، ممكن بسبب Geopolitical Situation، أوضاع سياسية، اضطراب أمني مثلا، عدم استقرار سياسي في البلد مثلا، فأنت موجود أو المؤسسة عندك موجودة في Threat Landscape عالي. فالـ Threat Landscape يقسم إلى Normal ويقسم إلى High. الـ Design Factor السادس هو Compliance Requirements، هو متطلبات التوافق. فيقسم الـ Compliance Requirements إلى ثلاث أقسام: Low Compliance Requirements، لما تكون المؤسسة subjected لـ a minimal set of regular compliance requirements، أقل من العادي، وهناك Normal Compliance Requirements، الوضع الطبيعي، وهناك High Compliance Requirements، لما تكون المؤسسة أو الـ Enterprise subject to a higher than average compliance requirements. الـ Design Factor السابع، وهو ديزاين فاكتور مهم وبيجي عليه عدد من الأسئلة، هو رول اوف اي تي، دور الاي تي في المؤسسة. دور الاي تي في المؤسسة ينقسم إلى، ممكن يكون واحد من أربع أقسام: يا بيكون سبورت، سبورت بيكون نوت كروشال، غير مهم بالنسبة ل running and continuity of business processes، الاي تي مش مهم لتشغيل ولا استمرارية البيزنس بروسيسز، عمليات الأعمال بشكل عام، ولا حتى مهمة للابتكار في المؤسسة، فتعتبر سبورت. الدور الثاني هو فاكتوري. فاكتوري معناه إذا الـ IT فشلت أو صار عندي failure في الـ IT، there is an immediate impact on the running and continuity of business processes. راح تتأثر عندي التشغيل الـ business processes واستمراريتها. لكن لا تعتبر الـ IT درايفر أو شيء مهم بالنسبة للإبداع على مستوى الـ Business Processes وعلى مستوى الـ Services. ففي الـ Factory، في حال فشل الـ IT أو في حال حدوث Failure في الـ IT، راح يسبب عندي Impact، لكنها غير مهمة بالنسبة للإبداع أو للابتكار في مجال الـ Business Processes والـ Services. الرول الثالث أو الدور الثالث هو تيرن أراوند. تيرن أراوند هو عكس فاكتوري، يعني بتكون الـ IT هي درايفر للإنوفيتنج، مهمة للابتكار وللإبداع على مستوى البيزنس بروسيسز والسيرفيسز، لكنها الفيلير فيها لا يؤثر على سير البيزنس بروسيسز والسيرفيسز، فهي مهمة للابتكار لكن it is not a critical dependency عليها for the running and continuity of business processes and services. الدور الرابع إنه تكون الـ IT strategic، بمعنى إنه تكون مهمة لرننج، لتشغيل ولاستمرارية البيزنس بروسيسز، وبنفس الوقت بتكون مهمة وكريتيكال بالنسبة للابتكار على مستوى البيزنس بروسيسز والسيرفيسز، فهي تعتبر من الجهتين كريتيكال ومهمة.
ديزاين فاكتور ثماني هو سورسينج موديل اوف اي تي، نموذج التوريد الخاص في الاي تي. هنالك اربع نماذج. النموذج الاول هو الاوت سورسينج، يعني المؤسسه بتجيب خدماتها من الخارج، في مزود او ثيرد بارتي بيقدم لها الخدمات. The enterprise calls upon the services of a third party to provide IT services. في هناك الكلاود، انه الشركه بتعتمد على الخدمات السحابيه، ما بيكون في عندها اون بريمس، ما بيكون عندها سيرفرات مثلا موجوده، ما بيكون في عندها داتا سنتر موجود على ارض الواقع او اون بريمس انفراستراكشر، بيكون كل شيء عندها معتمد على الخدمات السحابيه. فالانتربرايز ماكسمايز ذا يوز اوف كلاود فور بروفايدنج اي تي سيرفيسز تو اتس يوزرز. في عندنا الانسورسينج، انه المؤسسه بتقدم او بتوفر الخدمات وبتوفر الاي تي ستاف منها، يعني هي اللي بتعمل الديفلوبمنت للخدمات اللي هي بتقدمها للزبائن اللي موجودين عندها. وفي عندنا الهايبريد او النموذج الهجين، اللي بيكون نموذج ميكس من النماذج الثلاثه السابقه. ديزاين فاكتور 9 هو اي تي امبلمنتيشن ميثودز، طرق تنفيذ الـ IT، تقسم إلى أربع طرق. أول طريقة هي الأجايل. الأجايل بالعادة تستخدم في الـ Software Development، هي طرق من الطرق الـ Incremental أو الـ Iteration في عمليات الـ Software Development. الطريقة الثانية هي الـ DevOps. الـ DevOps بالعادة تستخدم في عمليات الـ Software Building, Deployment and Operations. الترديشنال او الطرق التقليديه هي طرق كانوا يسموها ووتر فول، اللي هي الطرق الكلاسيكيه، طرق اللي مبنيه على البلاننج، بعدين الديزاين، بعدين الامبلمنتيشن، بعدين التستنج، بعدين التسليم او الكلوزنج. فهي بتقسم السوفت وير ديفلوبمنت عن الاوبريشن. وفي الطريقه الهجينه او الهايبريد، اللي بتكون ميكس من كل الطرق السابقه، بيسموها احيانا باي مودال اي تي. الديزاين فاكتور العاشر هو تكنولوجي ادوبشن استراتيجي، استراتيجيه تبني التكنولوجيا. في كثير شركات بتكون فيرست موفر، بتكون سباقه للحصول على التقنيات الحديثه as early as possible and tries to gain first mover advantage، بتحاول انها تدخل تكون ريسك تيكر، تاخذ المخاطر انه تتبنى التقنيات الجديده من بدايتها. وفي شركات بتكون فولور، تستنى حتى التكنولوجيا يبين أمورها بشكل عام، تنتظر حتى التكنولوجيا تصير mainstream، تصير دارجة and proven before adopting them، فبيسموها فولور. وفي الشركات اللي بتكون slow adopter، اللي بتكون very late في تبني التقنيات الحديثة. الديزاين فاكتور الأخير والحادي عشر هو الانتربرايز سايز، حجم المؤسسة. فهناك شركات تسمى large enterprises، وهي الديفولت بالنسبة للكوبيت، اللي بيكون عدد الموظفين الدائمين فيها full time employees 250 فأعلى. وهناك شركات اللي بصنفوها أو مؤسسات بصنفوها small and medium enterprises، وأحيانا بيختصروها SME، small and medium enterprises، اللي بيكون عدد full time employees فيها من 50 إلى 250 موظف دائم full time employee. آخر موضوع في هذا الشابتر هو goal cascade. goal cascade باللغة العربية معناه متتالي الأهداف، يعني هدف بيجي وراء هدف ثاني، يجي وراء هدف ثالث، وهكذا، يعني كأنك أنت ماشي في متتالية أو في شلال مثلا، أشياء تأتي بعد بعضها البعض. هذا هو معنى الجول كاسكيد. الجول كاسكيد هو توب داون أبروتش، من فوق إلى تحت. helps the organization to create enterprise goals from stakeholder drivers and needs. يبدأ باحتياجات ودوافع المعنيين أو أصحاب المصلحة stakeholder driver and needs. ينبثق منها enterprise goals، أهداف المؤسسة، ومن أهداف المؤسسة ينبثق alignment goals، اللي هي alignment between IT والenterprise. فالalignment goals بتكون على مستوى information and technology، بما يتماشى مع أهداف المؤسسة. ومن الالايمنت جولز يخرج عنا اللي هو الجوفرنس اند مانجمنت اوبجكتيفز، ببين عنا مين الجوفرنس اند مانجمنت اوبجكتيفز اللي نركز عليهم في الشغل.
فهذا هو الجول كاسكيد: ستيكهولدر درايفر اند نيدز، انتربرايز جولز، الاينمنت جولز، governance and management objectives. The stakeholder needs have to be transformed into an enterprise actionable strategy, استراتيجية فعالة على مستوى المؤسسة. الهدف منها في النهاية to support prioritization of management objectives based on the prioritization of enterprise and goals. يعني إذا كانت استراتيجية الشركة بتركز كثير على أمور السيكوريتي، فراح نشوف مثلا الأوبجيكتيف تبع مانجد سيكوريتي هو من أهم الأوبجيكتيفز اللي موجودين عندي على مستوى المؤسسة. طبعا حسب الجول كاسكيد، الستيك هولدر نيدز كاسكيد تو 13 انتربرايز جولز. اهم شيء بالنسبه للانتربرايز جولز للامتحان نكون احنا عارفين كل انتربرايز جولز شو البالانس سكور كارد دايمنشن اللي تابع له. وفي الاختبار ممكن يكون في هناك سؤال او سؤالين بيسالك فيهم مترك معين تابع لاي انتربرايز جول، لكن انا شخصيا ما بفضل انه نروح احنا نحفظ كل انتربرايز جول مع الاكزامبل متريكس اللي موجود عنده. يعني احنا في عندنا هون 13 انتربرايز جولز، وفي كمان 13 الاينمنت جولز، وكل واحد موجود معه تقريبا 3 اور 4 متريكس. فصراحه يعني حفظهم مش راح يكون بهاي السهوله، فانا بفضل انه نقراهم مره واحده وبيزد على الكومون سنس ممكن نجاوب هاي السؤال او السؤالين اللي ممكن يسالونا عن مترك معين تابع لاي انتربرايز جول او لاي الاينمنت جول. لكن الشيء اللي انا بفضله نكون احنا عارفين كل انتربرايز جول وكل الاينمنت جول لمين تابع، هل هو تابع لفاينانشال او تابع لانترنال مثلا او لكاستمر او لاي بالانس سكور كارد دايمنشن. 13 انتربرايز جولز الموجودين عندهم بورتفوليو اوف كومبيتيتيف برودكتس اند سيرفيسز، وهي تحت فاينانشال. Managed business risk وهي تحت financial. Compliance with external laws and regulations تحت financial. و quality of information of financial information وهي تحت financial. Customer oriented service culture وهي تحت customer. Business service continuity and availability تحت customer. و quality of management information تحت customer. Optimization of internal business process functionality تحت الانترنال. Optimization of business process cost تحت الانترنال. Staff skills motivation and productivity تحت الانترنال. Compliance with internal policies تحت الانترنال. Managed digital transformation programs تحت الجروث. و product and business innovation تحت الجروث. هاي بالنسبة لل 13 enterprise goals اللي موجودين عنا. وزي ما حكينا بإمكانكم ترجعوا للماتيريال أو للكتاب الرسمي وتقرأوا هيك سريعا كل enterprise goals شو هو example على المتريكس اللي ممكن تتعلق فيه، وبالعادة بتكون قريبة من الهدف أو من مسمى ال enterprise goal الموجود. The 13 enterprise goals will cascade into 13 alignment goals. راح ينبثق منهم 13 alignment goal. طبعا الالاينمنت جول ممكن احنا نميزهم من اسمهم، بيكون اسمهم طويل شوي وبيكون دائما في انفورميشن اند تكنولوجي، ممكن يكون في تكنولوجي ريليتد فهو خاص، لانه الالاينمنت هو خاص في التكنولوجيا والمعلومات عشان تو الاين مع الانتربرايز جول. فممكن من مسمى نميز انه هاي الاينمنت جول او انتربرايز جول. ونفس الشيء ونفس ما حكينا في الانتربرايز جولز انه ما في داعي نروح احنا نحفظ كل المتريكس المتعلقه بكل الاينمنت جول، وبكفينا المرور سريعا على المتريكس، وممكن بالكومون سنس في حال واجهنا سؤال او سؤالين بالماكسيمم في الامتحان نقدر نجاوبهم. الالاينمنت جولز اللي موجودين عندنا هم information and technology compliance and support for business compliance with external laws and regulation تحت الـ financial. Managed information and technology related risk تحت الـ financial. Realized benefits from information and technology enabled investments and services portfolio تحت الـ financial. Quality of technology related financial information تحت الـ financial. في عندنا كمان delivery of information and technology services in line with business requirements تحت customer.
agility to turn business requirements into operational solutions تحت customer, وsecurity of information processing information and applications and privacy تحت internal, enabling and supporting business processes by integrating applications and technology تحت internal, delivery of programs on time, on budget, and meeting requirements and quality standards تحت internal balance scorecard dimension, وquality of information and technology management information تحت internal, وinformation and technology compliance with internal policies تحت internal, وفي عنا competent and motivated staff and mutual understanding of technology and business تأتي تحت growth أو تحت learning and growth balance scorecard, وفي عنا كمان knowledge expertise and initiatives for business innovation بتكون تحت learning and growth. هاي بالنسبة لل 13 alignment goals اللي موجودين ضمن الجول cascade.